إذن اليوم تواجدنا اليوم كحكومة حاضرة بالنسبة للتوقيع على اتفاقية داخلة في إطار البرنامج التنموي للجهات الذي وقع في 2016 واليوم تفعل على أرض الواقع باتفاقية مهمة بين الوزارة وبين الجهة جهة العيون الساقية الحمراء. أولا نتكلم على الغلاف المالي المهم اللي هو 191 مليون من الدراهم اللي هي يعني الغلاف الإجمالي لهذه الاتفاقية اللي هي مشاركة الوزارة، وأيضا 28 مليون من الدراهم للجهة مشاركة للجهة. المخرجات بالنسبة لهذه الاتفاقية اللي كتزامن مع المنتدى المغربي الفرنسي لرجال الأعمال، وأيضا اللي كتزامن أيضا مع ذكرى قريبا إن شاء الله مع ذكرى 43 لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية. هذه يعني عندها واحد حدث مهم جدا بالنسبة للجهة، لأنه عندها دعم وتحفيز لجلب الاستثمارات الأجنبية لهذه الجهة من المملكة، ولكن أيضا كتبين بأن هناك مؤهلات تزخر بها هذه المنطقة ممكن أنها تجلب يعني كل المستثمرين إما وطنيين أو لا أجانب. اليوم رؤية العلم الفرنسي يرفرف إلى جانب علمنا الوطني المغربي، فكنظن بأن هذا انتصار كبير، وهناك يعني دعم سياسي والاقتصادي لفرنسا في بالنسبة لقضيتنا الوطنية، وأيضا هناك دعم لكل الجهات يعني الإقليمية والدولية لهذه القضية الوطنية، واللي هي يعني ممكن أننا ندمجوها أو نصهروا هذه الأمور في الاندماج الاقتصادي اللي هو مهم بالنسبة للجهة اللي غادي يجلب لنا استثمارات وغادي يخلينا نهتم أكبر وأكثر في هذه المنطقة كونها منطقة وجهة للمملكة. شكرا.